بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأتي اليوم للدرس الأول في الوحدة الثانية، وهو من دروس تطبيقات التفاضل، وهو المعدلات المرتبطة بالزمن. هذا الدرس كل سنة عليه سؤال لا يقل عن 12 علامة يأتي في الثانوية العامة. هو مسألة حياتية مطلوب، يعني مرتبطة بالزمن. مطلوب أول إشي أن نفهم المسألة، نعرف إيش معطينا وإيش طالب منا وإيش اللي يتغير وإيش الثابت. بعدين إذا لازم نرسم مخطط، بعدين نكتب علاقة معادلة تربط بين المتغيرات، وأشتق بالنسبة للزمن. آخر إشي بقوم بالتعويض اللي يقول لي عندما في ملاحظة، إذا كان عندك إشي يتناقص هذا بنحط له سالب. نأخذ مثال، لاحظوا هذا، تدرب وأحل المسائل. أول سؤال، تدرب وأحل المسائل. السؤال الأول بيقول، خلينا نفهم المسألة أول إشي، وممكن أرسم عشان أفهمها. تمام، ممكن نرسم، ممكن يلا نقرأ. يقول بيزداد طول مستقيم، يزداد طول مستطيل بمعدل 2 سنتيمتر في الثانية. تمام، ويقل طول الضلع الآخر بمعدل 3 سنتيمتر بالثانية، بحيث يحافظ على شكله، يعني بظل مستطيل. وفي لحظة معينة بلغ الضلع الأول اللي بيزداد 20، والضلع الثاني اللي بقل 50. ما معدل التغير في المساحة؟ خلينا بنشوف. أنا في عندي ضلع مستطيل زي هيك، المتغيرات أضلاعه هذا إكس وهذا واي. تمام، دي إكس على دي واي أحدهم يزداد، دي إكس على دي واي، لا مش دي اكس على دي واي، دي اكس على دي تي مرتبط بالزمن. دي اكس على دي تي مشتقة اكس، او معدل تغير اكس بالنسبة للزمن الضلع الاول يساوي 2. اما دي واي على دي تي يساوي، لحظة هون الكلمة، يقل بدي أحط سالب، إذن هون سالب 3. هون القيم هاي بنعوضها بعد الاشتقاق. في لحظة معينة كان الضلع الأول 20 والضلع الثاني، يعني إكس كان 20 وواي كاين 50، والمطلوب إيش المطلوب؟ هون هي تحت المطلوب، بده هون دي معدل تغير المساحة بالنسبة دي اي، على افتراض الاريا هي المساحة، على دي تي في تلك اللحظة. اي لحظة؟ ايش هي اللحظة؟ عندما اكس يساوي 20 وواي يساوي 50، هاي هي اللحظة. وهاي اللحظة كلها هاي بعد الاشتقاق، نعوض بعد الاشتقاق يكون التعويض. كمان مرة، فهمت المسألة انه عندي مستطيل بيزيد احد اضلاعه اللي هو اكس بمعدل 2، يعني دي اكس على دي تي يساوي 2، وبقل الضلع الثاني اللي هو واي، دي واي على دي تي سالب 3 لأنه يقل. بده معدل تغير المساحة بالنسبة للمستطيل في اللحظة اللي كان فيها اكس 20 وواي 50. تمام، الآن مرينا بمرحلة فهم المسألة. الآن شو بدنا نعمل؟ بدنا نروح نحط علاقة تربط بين المتغيرات. ايش هم المتغيرات؟ 3،
المساحة والضلع الأول والضلع الثاني، كلكم بتعرفوا هاي العلاقة أخذتوها، إنه الأريا تساوي إكس في واي، طول في العرض، مساحة المستطيل. الآن بنروح نشتغل، كل شيء أمامنا هذه تتغير وهذا يتغير وهذا يتغير، نشتق. بس هون الاشتقاق بدك تراعي انه حاصل ضرب اقترانين، يعني هون بدك تشتقه على قاعدة الضرب. يلا نشتق، بسم الله. دي اي على دي تي، مشتقة اي بالنسبة للزمن، الاي اللي هي المساحة، اي اللي هي المساحة تساوي، كيف قاعدة الضرب؟ الأول كما هو، أو نبدأ بمشتقة الأول، بيصير في مشتقة الثاني واحد، بس إيش نحط له؟ دي واي على دي تي، زائد الثاني كما هو واي في مشتقة الأول، مشتقة الإكس دي إكس على دي تي. اشتقيت بالنسبة للزمن كل شيء، هاي بده اياها. الان نعوض، الان بعد الاشتقاق شو نعمل؟ نعوض. شو نعوض؟ نعوض كل شيء. ايش اللي كل شيء؟ يعني بنعوض دي واي على دي تي اللي هم هذول المعدلات، دي اكس على دي تي، بنعوض واي، بنعوض اكس عشان نطلع دي اي على دي تي. احنا مش عارفينها لغاية الان هي بتزيد ولا بتنقص، لأنه في عندي إلا بعد الحسبة. يلا، كانت إكس 20، هاي 20، دي واي على دي تي كاينة سالب 3، ليش؟ لأنها بتقل، زائد واي كاينة 50، دي إكس على دي تي 2، هون 100 وهون سالب 60، بيصفوا 40. 40 ايش؟ سنتيمتر مربع بيزداد لكل ثانية. اذا المساحة هون بتزيد بمعدل 40 سنتيمتر مربع لكل ثانية. بنشوف السؤال الثاني على نفس السؤال، بيقول ما معدل تغير محيط المستطيل في تلك اللحظة؟ أي لحظة؟ اللي كان فيها إكس 20، واي 50، ودي إكس على دي تي 2، ودي واي على دي تي سالب 3. تمام، ما في داعي نرسم، نرجع على الرسمتنا. إيش يعني محيط المستطيل؟ هون إكس، هون في إكس ثانية، هون واي، هون في واي ثانية. محيط المستطيل، محيط المستطيل قولوا لي 2x زائد 2y. إذن بنروح هون، شو تكون تسموه المحيط؟ سميه M. يلا M، المحيط أي رمز بدك إياه. المحيط يساوي 2x زائد 2y. يلا نشتق دي ام على دي تي يساوي 2x مشتقتها 2، بس ايش احط لها؟ دي اكس على دي تي زائد 2y مشتقتها 2، بس احط لها دي واي على دي تي. إذا قيم إكس وواي هذول 20 و50 ما أحتاجهن هون. الآن بنعوض، لأنه بيطلع ثابت معدل تغير المحيط زي الأضلاع. 2 في دي إكس على دي تي قلتوا لي إنها تساوي 2، زائد 2 في دي واي على دي تي سالب 3، هون سالب 6 و4، بيطلع سالب 2 سنتيمتر المحيط في الثانية، يعني يقل بمعدل 2 سنتي لكل
ثاني. إذا سألك معدل، ما معدل نقصان المحيط، بدك تجاوبه بالموجب، بتقول له ينقص بمعدل 2. تمام؟ طيب، ما معدل تغير طول قطر المستطيل في تلك اللحظة؟ شو يعني قطر المستطيل؟ احنا قلنا هون اكس وهون واي، هذا هو المستطيل. معلومات عنه نفس المعلومات اللي هناك. ايش يعني قطر المستطيل؟ القطر هو المسافة بين الزاوية والزاوية المقابلة، هذا هو القطر. يعني هاي اكس، هذه اكس. ايش تحبوا تسموه القطر؟ سميه دي مثلا، سموه دي، هذا هو القطر. بدي قديش دي، دي تي دي هيك، دي دي صارت. خلينا نغير هالرمز عشان ما يصير دي، مثلا بدي اسميه سي. يلا دي سي على دي تي، كم دي سي على دي تي لما اكس يساوي 20 وواي يساوي 50 ودي اكس على دي تي، معدل تغير بالنسبة للزمن 2، ومعدل تغير واي بدي واي على دي تي يساوي -3. تمام؟ يلا بنروح نجيب علاقة تربط بين اكس وواي وسي. ايش العلاقة؟ ما العلاقة التي تربط بين هذه المتغيرات؟ يا سلام على اللي قال فيثاغورس. ليش؟ لأنه هاي الزاوية قائمة هون، هاي الزاوية قائمة، إذن العلاقة فيثاغورس اللي بتقول سي تربيع تساوي واي تربيع زائد اكس تربيع. نقدر نعمل نستنتج منها، بدل ما نشتقها اشتقاق ضمني نشتقها زي هيك، سي تساوي جذر واي تربيع زائد اكس تربيع. تمام؟ شيك، هاي العلاقة تربطهم. الآن بعد ما طلعت العلاقة اللي تربط بين المتغيرات، ماذا أعمل؟ نقوم بالاشتقاق بالنسبة للزمن كل المتغيرات اللي أمامي. يلا، هذا اللون الأخضر دي اكس على دي تي أو دي سي على دي تي تساوي، كيف اشتق الجذر؟ كيف؟ مشتقة ما بداخل الجذر على 2 في نفس الجذر، مظبوط ولا لا؟ هاي 2 في نفس الجذر. تمام؟ وفوق اكتب مشتقة ما بداخل الجذر، مشتقة واي تربيع 2 واي في دي واي عادي تي. كل الاشتقاق بالنسبة للزمن هون، كله بالنسبة لتي، زائد اكس تربيع مشتقتها 2 اكس في دي اكس على دي تي. تمام، الآن كل المعلومات متوفرة هيها هون، بنعوض ونطلع معدل تغير في طول القطر اللي هو سي. يلا بنعوض، يساوي 2 في واي، 2 في 50 100 في دي واي عادي تي اللي هي -3، يعني صار فوق عندنا -300 زائد 2 اكس، 2 في 40، 2 في 20 40، 40 في 2 80 على
اثنين في جذر واي تربيع زائد اكس تربيع، 50 تربيع زائد 20 تربيع. بصفي عندي سالب 300 زائد 80 سالب، معناته يقل، سالب 240، 220 على 2 في جذر 25 يعني 2500 زائد 400، 2900. مظبوط، هون 25 قدامها صفرين، 2500 هون أربعة قدامها صفرين، إذن 2900. نقدر نبسط هاي 2 مع 210 بيصير سالب 110، ونقدر نختصر 110 يظل يعني بتصفي عندي زي هيك، يطلع من هون جذر 100 اللي هو 10 بيروح مع الصفر، بتصفي سالب 11 على جذر 29. أي الكميات السابقة تتزايد وأيات تتناقص؟ هاي تتناقص، والمساحة كانت بتزيد والمحيط كان يتناقص. جاوبناها. السؤال هون بيحكي مكعب طول ضلعه 10 سنتي، كان 10 سنتي، بدأ المكعب يتمدد، هو الآن طول ضلعه إكس، طبعاً لو سمينا هاي إكس بدها تكون هاي إكس، بدها تكون هاي إكس، كل أضلاعه إكس إكس، كاين طول ضلعه 10 سنتي وبدأ يتمدد بمعدل 6 سنتي بالثانية، ما شاء الله يعني بسرعة. المطلوب وظل محافظ على شكله، جد معدل تغير الحجم بعد 4 ثواني. هذا عشان نشوف إكس بعد 4 ثواني، يعني بمعنى آخر أي عندما إكس شو تساوي؟ يلا حكولي، كانت 10 وكل ثانية بيزيد 6، بعد 4 ثواني 6 في 4 24 زائد 10 34، أي عندما إكس بتساوي 34. كمان مرة، منين جبنا 34؟ المكعب كان طوله 10، بدأ المكعب يتمدد بمعدل 6 سنتيمتر بالثانية، الآن بده معدل تغير المكعب بعد 4 ثواني، معدل تغير بحجم المكعب بعد 4 ثواني. بعد 4 ثواني قديش بتكون إكس؟ لأنه بالثانية الوحدة زاد 6، يعني بالأولى 16 صار، الثانية الثانية صار 24، اللي بعدها 6 في 4 24 زائد 10 34. تمام، يلا بنروح نشتق. شو الحجم؟ فوليوم، فوليوم يعني في يساوي حجم المكعب، طول في العرض في الارتفاع وكلهم نفس الاشي، اكس تكعيب. هاي القاعدة اللي بتربط المكعب مع حجمه، طول المكعب مع حجمه. طبعا انا عندي هون ايش هي الستة؟ هاي دي اكس، دي اكس على دي تي، دي اكس على دي تي تساوي 6، لانه يتمدد يعني تزداد. يلا، الان هو بده جد معدل تغير الحجم، يعني بده دي في على دي تي، هذا هو معدل تغير الحجم بالنسبة للزمن. نشتق هون 3 إكس تربيع في دي إكس
على دي تي. طرف هذا كله متوفر ما شاء الله. 3، قلنا إكس الآن هو بالتعويض بدك تعوض اللحظة اللي بيسألك عنها. الآن إكس أصبحت 34، إذن بعوض إكس 34 مضروبة في 6 ويساوي كم؟ نروح على الآلة الحاسبة، خلينا نوريكم الآلة الحاسبة اللي عندي. بنجيب الآلة الحاسبة، طيب وين المسألة؟ 3 ضرب 34 تربيع ضرب 6 يساوي، يطلع الإجابة 220808. إذن معدل التغير في الحجم راح يكون 20808. شو الوحدة القياس؟ سنتيمتر مكعب في الثانية. تابع، بده معدل تغير مساحة سطح المكعب بعد 6 ثواني من بدء الحركة. لا تنسوا انه انا عندي اكس كانت 10 ودي اكس على دي تي تساوي 6، مش 6، هاي 6 اللي هو هيها هون معلومة بالسؤال، تزداد طول ضلعه بمعدل 6 وهو كان ضلعه 10، لأن بعد 6 ثواني بدك تطلع الضلع قديش يصير. يلا، مساحة سطح المكعب، تعرفوا المكعب سطحه فيه 6 مربعات، 4 من جناب وواحدة فوق وواحدة تحت، إذا 6 مربعات وكل مربع مساحته إكس تربيع، إذا مساحة السطح فنسميها إيريا، مساحة السطح رمز اي اشي بدك تكتبه كتبه، ما عجبك الاي تحب تكتب حرف ثاني ما في مشكلة، يساوي 6 اكس تربيع. لاحظوا كم 6 فيها، هاي السؤال رقمه 6 وبده بعد 6 ثواني، والضلع يزداد بعد 6 سنتي بكل ثانية، وهون المساحة طلع فيها 6 يعني 4 6. تمام، يلا دي اي على دي تي يساوي 2 × 6 = 12 اكس في دي اكس على دي تي. شو احتاج هسه؟ احتاج اكس، أحتاج إكس هون أجد معدل تغير مساحة السطح بعد 6 ثواني. طب 6 × 6 = 36، وهو كان 10، يعني إكس بتكون 46، إكس بتكون 46. الآن بنعوض، يساوي 12 × 46، تمام، 12 × 46 في دي اكس عدي تي اللي كمان 6، اذا يساوي بالروح على الحاسبة نحسبها 12 ضرب 46 ضرب 6، اذا ما سمحوا لكم بالحاسبة انتم حسبوها، 3312.
نروح على سؤال 7. يا سلام، في عندي خزان أسطواني الشكل برميل، يعني ارتفاعه 15 متر، بس كبير ارتفاعه 15 متر، وطول قطر قاعدته 2 متر، هذا القطر 2 متر، معناته نص القطر قديش؟ 1 متر. تمام، ملئ بالوقود، ملئ الخزان بالوقود، بمعدل، قاعدين يملأوا به، بيرتفع الوقود بمعدل دي في، قلنا الحجم لأنه هون حجم، دي في على دي تي. لاحظوا شو معطيني هون، 500 لتر بالدقيقة. هون انت متعامل مع المتر، وما بصيرش اني اتعامل مع اللتر وانا وحدة القياس متر، بدك تحول اللتر هذا الى متر مكعب. المتر المكعب يساوي 1000 لتر، معناته 500 لتر هي نص متر مكعب. تمام، إذن أنا عندي وحدة القياس هون نص متر مكعب في الدقيقة، مش ضروري أحول الثانية، خليها دقيقة. المهم أنا عندي هون أمتار، وبدك تحول هون أمتار عشان نعرف نشتغل. تمام، الآن وين صار الوقود؟ بيتغير، بيرتفع طبعا، هذا الوقود هيو هون بده معدل ارتفاع الوقود في الخزان، بده هاي الارتفاع، هذا الارتفاع اتش، بده دي اتش على دي تي، دي اتش من الارتفاع هاي دي اتش على دي تي، واي رمز لو حطيته واي، لو حطيته اس، اللي بدك اياه. عند اي لحظة، ليش يقول عند اي لحظة؟ لانه الزلمة متوقع انه يقول لك الاسطوانة ثابت، ما بيتغير الارتفاع لانه قاعدتها زي اي مكان بالبرميل. لكن لو كان مخروط، يكون من تحت رفيع من فوق عريض، بيتغير معدل الارتفاع، كل ما طلعت فوق بيقل السرعة. ليش؟ لأنه يتسع، يصير أوسع. أما ما دام القاعدة والقمة نفس الاشي، الارتفاع بده يمشي بدرجة ثابتة. تمام، بنروح هون نقول الفوليوم، حجم الأسطوانة، مساحة القاعدة اللي هي باي ار تربيع في اتش. طبعا في اشياء ثابتة، ايش الثابت؟ ار ثابتة، نص قطر الخزان، مدام قال لي قطر قاعدته 2 متر، معناته ار تساوي 1 متر، اذا ار تربيع تساوي 1. ليش؟ لانها ثابتة. فالفوليوم يساوي باي في 1 في اتش. بس يا سلام، كيف صار السؤال سهل. الآن شو بنقول؟ دي في على دي تي يساوي باي، مشتقة باي اتش، باي في دي اتش على دي تي. طبعا معدل تغير الحجم معطيني اياه، اللي هو نص متر اللي حولته انا، نص يساوي باي في دي اتش على دي تي، ومنها نصل انه دي اتش
على دي تي تساوي كم؟ تساوي نص على باي. أو بمعنى آخر، واحد على اثنين باي، لو ضربنا الطرفين باثنين باثنين، واحد على اثنين باي. إيش الوحدة؟ متر بكل دقيقة. تمام، جد معدل تغير المساحة الجانبية للوقود لحظة امتلاء الخزان، كأنه بيتغير لحظة امتلاء الخزان. طيب أول شيء إيش المساحة الجانبية؟ الأريا تساوي المحيط 2 باي R المحيط في الارتفاع، يعني الأريا بتساوي طبعا R ثابتة 2 باي H. بنروح نشتاق D A على دي تي اللي بده اياها تساوي 2 باي في دي اتش على دي تي. ما يحتاج هون، ما فيه اي تعويضات ثانيه، انا بده المساحه. لو قال عنده امتلاء الخزان او مش عنده امتلاء الخزان، معدل تغير المساحه الجانبيه كمان ثابت. طيب هاي من وين نجيبها؟ بنجيبها من السؤال اللي قبل شوية. هايو واحد على اثنين باي، إذن بتصير تساوي اثنين باي مضروبة في واحد على اثنين باي، بروح اثنين باي مع اثنين باي يبقى واحد متر مربع في الدقيقة. تتغير المساحة الجانبية للوقود بمعدل واحد متر مربع في الدقيقة. منين جبت هذا؟ هذا قانون المحيط الأسطوانة، محيط القاعدة في الارتفاع، المساحة الجانبية للأسطوانة.